السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعلن نحن شباب ثورة 17 فبراير بمدينة طرابلس أن يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو سوف يكون إن شاء الله يوم الزحف على معقل الطاغية القذافي في باب العزيزية، وإن شاء الله سيكون يوما حاسما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.